الفلسطينيون لا يتوقعون أن يأتي حل الكنيست الإسرائيلي بأي تغيير في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويرجحون أن يبقى الحال على ما هو عليه. جددوا الكنيسة، إطلاق الكنيسة، هذا شيء مش بعنينا، لكن في عملية السلام أو ننظر لعملية السلام ما فيش أمل جديد. حل الكنيسة سيمهد الطريق لانتخابات جديدة بسبب إخفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية. الكنيسة لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية بحل نفسه في طريقة، لأنه عندهم نتنياهو موجود أصلاً 2014 لازم يسقط الحكومة. الحال في الشارع الفلسطيني تطابق معه أيضاً الرأي السياسي للقيادة الفلسطينية التي اعتبرت القرار الإسرائيلي اضطراباً سياسياً قد يؤخر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. يبدو أنهم سوف يؤجلون الجزء الأساسي من الخطة الأمريكية، لأن الجدول الزمني الأمريكي عادة ما يتم وضعه على أساس الجدول الإسرائيلي. وكان بنيامين نتنياهو فضل إجراء انتخابات جديدة بدلاً من الابتعاد عن رئاسة الحكومة بسبب خلافات مع ليبرمان، الأمر الذي يعيد احتمال توجيه اتهامات له في قضايا فساد قد تنهي مستقبله السياسي.